السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنستي سادتي، خليكم عندك جريدة، بدنا جريدة. مرحبا بكم، أدري بكم اليوم يوم تروبيكو فايف. تروبيكو فايف، خليني أحط اليوم جريدة. عندي جريدة أنا، ليش أبغى جريدة ثانية؟ خلني أحط جريدة ثانية، واحدة من القديمة، شو رأيكم؟ نحط الجريدة هنا. يب إيه بس كويز إنكريز 6 شهور؟ لا ما بس 6 شهور. خلنا نحطه في البنك السويسري. فلوس. أوكي زين، بحطه في حسابي فلوس. أساس يوم بشرت بحس براحة نفسية. زين ببني جريدة ثانية. شو كتب؟ شو أسوي أنا؟ هي صح، إعلان استقلال كنت أتكلم عنه. اوكي فتحوا لنا اللي هي تصاريح. انزين نحن الحين شو عندنا؟ عندنا يا اصدقائي مركبتين، وما عندنا بول مركبة، ما عندنا اي عقود. خلنا نسوي عقد، بنصدر لحم، بنصدر توباكو. ما عندي سفن. الحلو علمت الاستقلال بيكون شيء زين، لأن نحن محتاجين شوي شغلات زيادة. عندي أوبرا هاوس صح، أنا حطيت أوبرا هاوس حقا، أنا حطيت أوبرا هاوس بيستانسون صح، هي مستانسين. نتيت. صبر. أنا محتاج، لأن أنا كلتها يوم تعلن الاستقلال. زين تاكلها من الجماعة ربع. انزين شوفوا شو قلت لكم، غريبة راحوا هناك. ليش صاروا هذا الهدف؟ المفروض يكون حق هذا، ولا يمكن لأن في تاورز ما يو. زين ما يوهم أصلا الحين. ها كم دمه؟ 7000 وشي. هم كم؟ 4000 وشي. يعني هل الاثنين مفروض يسوون الغرض؟ لحظة، أنا حطيت قاعدة عسكرية صح؟ ما حطيت قاعدة عسكرية، أنا ما حطيت قاعدة عسكرية، حطيت. إنزين ليش ما أسوي لهم أبجريد؟ وورد وورز أوكي، مش الحين ما أقدر أسوي لهم أبجريد. ما عندي شيء ثاني عسكري أروح أحطيه. إنزين هاي شو أخبارهم؟ ملتمين عليهم والله، شكله بيذبحونهم وبيفجرون هذا، يفجرون مدينة. زين لو يجون هني زين بيخدمونا خدمة، بس هني المشكلة شو بيهدمون بعده؟ مش خبي قريب 800، وين راحوا؟ معقولة ما اقدر ادافع عن هذا؟ معقولة؟ انت شو تبي؟ بالتافرن، تافرن زين هذا اللي يستانسون فيه، يروحون ياخذون عصير جوزن. لحظة جوزن. أنا أجيب واحد هني يركب، ركب واحد تبرن. أيوة مكان رومانسي هذا أصلاً. إنزين هذا خلص، خلصنا. إنزين هذا معناه أقولكم خلصنا مكانه، مش عيب إن الجريدة هاي بنهدمه. خلص خذنا اللي نبغى. بعد 10 شهر وعادي برايب اعلن الاستقلال اصلا. عندي فوق 50%، عندي كل شيء، اموري طيبه. بس بحط التي مستر اوفيس اللي هم هاي اللي هني في الوسط. خلينا نحط الشارع. انزين ابا نيرو ريفولوشنريز. انزين 4 هني تي مستر اوفيس. شو اخبار التوظيف عندنا؟ لحظة عندنا اوكي، عندنا 15 واحد ما يداوم. ممتاز، انا بياخذون وظائف الجهني عادي، ما عندهم مشكلة. اخذ 6 شهور، عندي سنة واربع شهور. مو با ترجري بيرسونال جفت، عطنا 2000 حقي، 2000 حقي. مو با حكم، هم عندهم فلوس اظني، ولا انا قاعد اسرق فلوسهم كلها الحين؟ مستوي حرامي. انزين انتو تصدرون عندنا تيسر.
اوكي اذا اذا الربيشيل اللي لها المظاهرين هاي انا ساعدتهم. هذا شو يبغى؟ نمبر مل بلانكس بروديوس. انت تعال انت انت زياد انت لوجن كام صلحنا اللي صلحنا بيبلك بيبلك لتصيح. انزين بنعلن الاستقلال اليوم، بنعلن الاستقلال بس قبل لا اعلن الاستقلال ابا، لان نحن ما حطينا فعليا قصرين الا هني حلو، ابا احط لهم حديقه وقاعد احط لهم ترتينمنت بس طف، حط لهم تافرن تافرن باخر وايد مكان، حط لهم حدائق كبيره هني اوكي. وهذا لان انا حطيت مسترز اوفيس ما با، خلنا نعدل البقعه هاي ونمد الشارع لين هني، نقدر نحط لنا قصر زياده قصرين بالاحرى يعني، نمد الشارع هني اوكي، ونحط لنا مانشن، نحط لنا قصر اخس اخس يوسخ. زين معناه بنحط قصر هني، وخلني اهدم هذا بحط اخ مو مشكلة عادي 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 عادي. حطي قصر هني وبنحط لهم حديقة هني وحديقة هني، يستاهلون يستاهلون قصور. حطي لهم باركنات تدلعهم شوي زيادة. وين باركنج سكان؟ انفستراكشر؟ ايه هذا كولد وورز اللي بعدين بنى على الاستقلال، باقي 11 شهر مع الاستقلال وخلاص. انزين عندنا ابروفل، تشوفوا هو ذا الوقت خلص وما عندنا ابروفل، انا حاطه الابراج هني ولو يهجموا علي اخر شيء سار على المزرعه الخايسه هاي. انزين انت تعال انت انتج له هذا عشان ما يصيح علينا. يبو هذا لوكس لوكس لوكس. انزين في حد عنده ما يداوم؟ هومليس فاميليس 9 اوكي خلاص خليه، لانه هاي بنهدمهم نحن قريب، يمكن نسوي مبنى قصور هني، فخلنا نعلن الا هذا شو تبي بيلد نيو دوك. اوكي اول شيء خلنا نبني دوك جديد، واللي هو دائما فكره كم دوك عندي انا؟ واحد. ليش؟ خلنا نبني واحد ثاني، خلنا نبني واحد ثاني. لا هذا لا هذا له ثلاثة عندي زين، هذا له ثلاثة عندي اوكي، انا احسب عندي اثنين ما اعرف ليش. بما ان باقي لي 7 شهور خلاص بعلن الاستقلال اصلا، قبل ممكن ادفع له ترى 10,000 مره واحده بيعطيني اياه. هم لسه ملس 9 الحين، بس خليه يفتح لنا شو اسمه الجديد. هل نبني هذا؟ لحظه وشل عنهم. اوكي نبى 3 متعلمين، بيونا مع السفينه ده بيونا مو مشكله. انزين نبى 3 متعلمين اوكي. Your mandate extends by 12 months. اوريدي اعطوني 12 شهر. اوكي. وان تايم. اللي كنت اقول لكم عنه. وبصدر توباكو. توباكو اوكي. انا صدرت توباكو حق هاي الملكية هاي اللي ما لها داعي. انزين. اللي ما نعرف وينهم اصلا. انت شو سالفتك؟ انت تزرع لي توباكو اوكي. انت تسوي كل واحد في منطقته. الا هاي البونصات مو لهم انا مخربنها. حطيت لهم تيم مسترسين يعني المفروض يحولون سموانه بسرعه. انزين الحين نعلن الاستقلال احسن. اول شيء بيجون سيارات بينقلون اكثر وبيستوي افضل. وبعدين بيفتح لنا شوي ابجريد. لحظه ما في سمك هني شو؟ خلاص اهدم. ما يصيد مو فايده اهدم. زين الحين كل عقد من الزمان يسوي ريلود. خلاص بنعلن استقلالنا. اوكي باي اور فريدم اند ديبتس. لا ليش اسوي حرب؟ خلنا ندفع لهم فلوس. كفر الله المؤمنين شر القتال. خلنا ناس محترمين، خلنا نشرب ماي عشان نقدر نسولف. اوكي الحين استوى عندهم حقوق. شو الحقوق؟ اول شيء يقول فوتنج رايتس Wealthy citizens vote. يعني مستوى عندهم الأغنياء حق التصويت، يمكن أنا ما أعيبهم ويصوتون حق غيري، عرفتوا؟ انزين religion state and okay secular state
الى اخره. انكريز ليبرتي هابنس، سعاده الحريه الى اخره. ارمد فورسز، اوكي. ما يوجد تعليم حق الجنود، اوكي. انا اول شيء ابغى اشيك عليه الحين، خلنا نسوي سيره اللعبة عاديه لحظه، لان عندي ناس مش ساكنه اصلا. اوكي خلنا، وين صار هذا؟ انا هالشيء ابا يبدل اسلحه الجنود ولا يبدل كلنا؟ اوكي نبدل، يعني نرفع الجنود، نسوي لهم ابجريد ونبى باركس، ان فيهم جنود. طبعا الجنود الحين نبي يكونوا مرتكزين ورا القلعه هاي. ممكن اسوي كتيبه، بسوي عقب كتيبه ثانيه يمكن على الاغلب، اساس نضمن شوي، لان قام يجون اخر ايام لو تذكرون الناس قوايه شوي يعوزونا. الحين نحن بنحافظ على الثروات بعضها، يعني هني اذا اقدر اسوي لها الابجريدها بعد الكود وور، صح؟ انزين خلنا الحين نشوف شو نقدر نبني. وايت فلاج بريز ريز، بنسوي اول شيء كهرباء. بنسوي سفارة، بعدين بنسوي اللي هو الدستور، بنعدل عليه. زين بنبدأ نبني شقق. الشقق بنسويها ها، شو دكان. اوكي دكان بنسوي عنده شقق، اوكي بنسوي عنده شقق. شوفه بالعرض احسن، قول ما بيركب اثنين صح، بس لو نسوي شقة وراها حديقة بعد مو شيء. فصبر، إذا هاي السالفة، لحظة، أيوه نبي الشارع هني. الحين نبدأ نحط الشقاق، شقة، شقتين، نبى باركنات، باركنات جنب حديقة بيكون، ورا حدايق. زين خلنا نشوف، لان عندنا الناس مش ساكنه، وهالبيوت انا بهدمها. الشقه كم تشل؟ شوف خلنا نحسب مع بعض. الشقه الوحده تشل 12 عائله، كانتري هاوس يشل 4 وحده، يعني واحد من هذا مقابل 4 من هذا، يعني 4 1 يعني 2، يعني كل صف في عندنا كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني لو نحسبها هايل 2 4 6 8 عماير نبى مقابل هايل. شوف كيف نحسبها عشان يكون حسبه صح. بس من نفتك من موضوع السكن، هذا ليش يتمشى شيء به؟ زين نحن في شغلات ما بنيناها قبل، تعرفون شو نبغى؟ في ناس عندنا سايحه، في ناس ما عندها بيت، في ناس تشتغل من برا صح، اكيد عندهم فلوس. فالحل الحلو الجميل اني اسوي لهم شو؟ اقدر اسوي مصنع سيجار. وين السيجار؟ سيجار في اللي بعد اندستري 12000. اوكي خلنا نسوي سيجار، خلنا ندخل فلوس. بنسوي سيجار انزين، وين بنحطي؟ بنحطي السيجار جنب التوباكو، يعني انا اشوف مكان حلو ترى حق مصانع على فكره. هذا بيكسر شوي من المصنع مالي وانا ما ابغى هالشيء، فخلنا نحطيه هني قريب منهم. سيجار واحد، ابى مصنعين تقريبا. انا كم توباكو عندي؟ حيث كان عندي توباكو واحد، ما عندي بس توباكو واحد، مصنع واحد ما بيكفي. فشو بسوي؟ بحطي مطعم. طبعا ما كانت الخطة شفتها قدامي ترى. زين بحطي بلانتيشن، اوكي هذا وول اند كتن، ونحن عندنا وول وعندنا قطن، فخلنا ننتج هذا هني بيكون عند مصانع دائل. الحين هاي السلسلة ماشية على اساس اولويات. زين صبر بخبركم كيف انا الحين ابى مكان اخضر ازرع فيه توباكو، ولا مكان اخضر قريب. هذا مكان جيد جدا.
زين خلنا نستكشف هالمكان لحظة. زين خل هذا بعد ما بنى برأي بيبني. الحين انت شو تبغى؟ ابني السفارة عشان نسوي انفايت حق ناس اجانب. انزين نبى عيادة. شوفوا الشغلات اللي قاعدة تشوفها الحين قاعد اسويها، ترى نحتاج هالسوالف. مستوى سعادة الفرد وايد مهم. انزين بنبني كنيسة. هاي مكان حلو، شوفوا وين مكان، مكان جريدة. وين هني الحديقة على الصوب الثاني ولا هالصوب؟ هالصوب هي، خلهم وهم ماشيين يجوا قدامهم حديقة صغيرة. انزين نبني مدرسة ثانوية حق الأذكياء هني جنب العيادة. حلو، مدرسة جنب العيادة، خلينا نمد الشارع هذا لين هني. زين وبنحط لنا مكتبة عندنا، خلاص مو مشكلة برأيي، مكتبة هذه هي موجودة. زين نمد مكتبة ريسيرج الآخرة ما أعرف شو. زين هاي اللي بيستكشفون الأماكن هاي الحين. زين وعندنا نقدر نستكشف بعد ترى اكسبلور ندق بألف هني، مو مشكلة حتى لو حطيت توباكو بعيد بس يكون شو، يكون عندنا انتاج حلو. الحين احنا نقدر نسوي تريد ثاني، سوينا نحط تريد ثاني سوري. اوكي لازم يكون انتاجنا عدل، انتاجنا مو في زحمة هني، لان لو انتاجنا مو عدل راح نتلعب في زحمة. خلنا نسوي الدرب، شوف يمكن حد يستعمله ما اعرف. في ناس تجي من المصنع هني دايركت، فخلنا نسوي مكان. الحين المكان يمشي على التضاريس، نسوي مكان موزع الزحمة شوي، عرفتوا؟ هني قاعد يمشون تسوي زحمة، وسوينا لهم باركنات معناه في ناس بتشتري سيارات، وإذا ناس تشتري سيارات معناه أهم شي مصنع السيجارة. خلينا نعطي أولوية، خلنا نعطي أولوية حق السيجار، خليه يبنون السيجار هذا أول شيء. أول شيء خلنا نسرع اللعبة شوي. وضع الطبيعي أنا ما بسرع اللعبة، لكن بما أن عندنا حلقة نلتزم فيها، نحن عندنا تيم ووايد زدت أوقات الحلقات. في يوم من الأيام كانت الحلقة أصلا 15 دقيقة، وصلنا 30، وصلنا لساعة. انزين ممتاز، معناه عندنا حماية هني، عندنا ثوار، عندنا سفنياية تبي تشيل منا أرباح، بتعطينا أرباح بعد في نفس الوقت. وعندنا بلانتيشن لازم نسوي. اوكي من هذا يشل احلى، ممتاز. الحين بنحطي ثانوية، حطينا هاي شي يسوي، هذا يعطينا ريسيرش بوينت نقاط بحث. انزين نحن اللي نبغاه الحين انشنت رونز، لا بعده بدري، هذا بعده بدري. نفتح فندق بيكون وايد حلو، فندق بيكون في التوريزم صح؟ هي ما في شيء يفتح الحين. انزين يمكن ريسيرش يباله، مو مشكلة. انزين خلينا نحط هنا بلانتيشن هني، واحد اثنين اوكي. بنحط عندهم بعد مصنع السيجار هاي، لا انا غلطت، لحظة 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 لحظة، سويت لك كوك بيلد بالغلط بعد. لا لا توباكو، اوكي 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 توباكو، لما توباكو اوكي مش بالغلط. الشارع هذا بيسوي لي أزمة. أوكي في لك شارع، اسكت اسكت. زين تباكل ليش؟ أساس هذا الحين بنسوي لك كوك بيلد، حرام خسرنا فلوس. خلنا نسرع، مع أن هذا عنده أولوية المفروض يبني قبل هاي الأولوية مالها مخرطي فنقيشي مو منه فايدة. زين عندنا أماكن، عندنا تباكو دبل. زين بنصنع سيجار، والسيجار بيجيب لنا فلوس طيبة. زين الحين اللي لازم أتشيك عليه أن أسايند مانجرز إلى آخره.
ان امبلويد ما ان حد ان امبلويد ورك فورس 240 اوبن جوبز 22 خلاص الحين ما ما بنبني اي شيء في وظائف. عندنا هوملس فاميلي 9 احنا ما حلينا مشاكلهم فعليا للحين فخلنا نحط لهم عماره عمارتين هني ما يستوي عمارة هني بنحط لهم خدمات نوع من الخدمات انترتينمنت مش عندهم مطعم هناك ما يستوي هذا هني هذا يستوي هني تافرن يبغاله شارع ما اعرف يمكن يبغاله شارع خلنا نحط لهم حدايق في الوسط حدايق هني خل ما تخش شوي مرتبة تكون يعني يلا خلصونا يعني بنون التوباكو يا جماعة يعني ما يصير ما نحتاج موظفين زيادة هوملس هوملس 8 اوكي الحين من يبنوا هذا اثنين موضوع الهوملس بينتهي معناه بنحتاج نبني نفس ما قلنا 4 6 8 8 شقق هني بنبني واللي شوية هوملس ما عليه مو مشكلة ترى بس الوايد هوملس مصيبة زين عندنا 24 وظيفة مفتوحة هذا ما اعرف كيف يحصل وظائف ما اعرف كيف يحصل وظائف بيونا ناس بيونا ناس خلنا نحط لنا بحط دوك ثاني بس لازم ازيد المدخول الحين شوي لان اذا ما زدت المدخول ما تلعوز ماديا يعني هذا السبب اني قاعد احط فيه مصانع اني ابغى ازيد المدخول لان احنا الحين عندنا قطن اوتبوت ميت ميت ملك ميت ملك ملك انزين الحين اللي بسويه ابغى احطي هايل نبول صح مكان اخضر مكان زين نقدر نحطه ما في مكان زين ما في مكان جيد جدا زين نبى الكمية قطن عنا بس نحن نبول حاليا خلنا نسوي هذا هنا زين بتحطي هذا هنا لامه كوك بلد بنعطيه ابغى اسوي له هذا ابجريد دايركت ولا تجوب هذا بعد ابجريد لا 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 ها صح انه شو ما اقدر اشيل ابجريد عنه شو اوكي برايا اوكي الحين فتحنا محطه الكهرباء حطيناهم كهرباء بوليس ستيشن هذا شيء اساسي بنحط البوليس ستيشن مكان حلو شو المكان اللي خليناه فاضي وايد خدمنا وايد خدمنا انزين الحين اللي نبغاه انفراستراكشر هذا هني باور بلانت يباله 12000 12000 مش قضيه الحين بيوسفن نعطي 12000 السريع انزين بس معادلة 12000 هاي شنو بنا احنا الحين قاعد ننتج نوعا ما وول قطن كوتن شوغر كوكو قطن وين كان انا عندنا قطن انا متأكد توباكو توباكو ما عندنا قطن خلنا حطينا قطن انزين قطن هي صح تذكرت ما كان في مكان زين حق القطن فما حطيت قطن انزين تحسون الاماكن بعيدة بس هاي الاماكن اللي تعطينا اقوى بونس حاليا لحظة هذا وضع مش كويس خلنا نسوي سيدة زين هذا بعد مو سيدة بس زين ما عندنا مشكلة يمشي هاي مشي بنسوي قطن بنسوي كل شيء لان الحين عندنا مصنع هني شغال بينتج زين هذا قاعد ينتج شيء اوووو شو ما قاعد ينتج قولوا لحظة الحين خلنا نشوف open jobs 35 نبناس نبناس نبايد فورن بلان نسيت موضوع السفارة بكبر اصلا امبسي
وايت فلاج تكنولوجي. انزين نحن اريد قاعد اسوي ريسيرش حقه، بس اللي نحن الحين بنسويه يوم هذا بنسوي محطة كهرباء حكم. ناس تحتاج محطة كهرباء. زين هذا كم فيه فلوس؟ شوف اذا شلوا البضاعة كلها واللي مفروض يشلونها، عندي تو شيبس، عندي كوفي انتج، وعندي شو اصدر بعد؟ رم ما سويت مصنع لحين، خلنا اصدر بعد كوفي. انزين عندي سفنتين، واحدة اسمها صوفيا واحدة اسمها ما ادري. انزين انت يا صديقي افجريد مالك بعد انا تابليكابل. انزين الحين بنحط محطة كهرباء، انفراستراكشر محطة الكهرباء. محطة الكهرباء تكون لحظة بعيد عن النص، نحط محطة الكهرباء هنا، يسوي لها مكان بروحه خاص، لأن على البحر أحس حرام مساحة على البحر عشان محطة كهرباء. زين نحط الشارع في الوسط هني، نحط محطة كهرباء ونحط اللي هو هذا رم اندستري 16,000 الحين أظن بيعطيني فلوس، هذا ما عندي مشكلة. أنا بعدني مو بعد السمون اللي عندي كله. فالحين اوكي مو مشكلة، عندي وظائف مفتوحة ومحتاج ناس، بس بيون المفروض ان الناس يجون ما يكون عندنا مشاكل. بس اللي نبغى نحطيه سفارة بعد اهم، لان السفارة بتم انساها. عارف الشغلة انا ما نبغى جامعنا، بس سفارة كان وين السفارة؟ هاي امبسي. اوكي سوري نسيت، ما سويت لحين حق الوايت فلاج استريا 15 شهر يبالك. انزين لما نحن نتري الوايت فلاج بنسوي شوي بيوت، اوكي لان عندنا الناس مش ساكنة في اي مكان. بنسوي هني الشقق، ما بسوي كل الشقق، بس هاي ال 12، هاي الاربعة، هاي المكان، هاي الثمانية، هاي اوكي. بنسوي اثنين هني، بنشل هاي الكلام في عوايل بحطيهم في بيوت، يعني هاي عماير، هاي البقعة بخليها فاضية، بحط بيوت هني عند الكنيسة. من المنطق ان الناس ساكنة في بيوت صح؟ فبالتالي يوم انا بي اوكي في عنا انكم، في عنا مدخول، في عنا مدخول نتقبض. اوه ذا الاي سنديو 5500، فينا اضطر شو لي 5000 دولار ولا مساكين؟ مساكين والله يعطيهم العافية. عجيبة سمعوا الراديو؟ فنانة في تسونامي جاي يا حبيبي. يا ضربنا تسونامي. حرام عليكم والله عشنا. وطرشوا لي 13,000، أكيد بيطرشوا لي 13,000، أكثر من 13,000 أنا خسرت. أعلننا استقلال، ضربنا التسونامي، والحل ما عندنا فلوس الحين. لحظة خلنا بيون بيشلون فلوس الحين. باقي كم؟ باقي سفينتين، تي شهر من 6 شهور، وحدة آخر 6 شهور جاية، بيشلوا عندنا سامان، بنسوي لهم بومب اوت. يا حبيبي ضربوا أماكن الفلوس مالنا، تبن لهم. أنا توقعت أسوأ يكون والله، ما توقعت إنه يكون بالطريقة هاي. مو زين، خلنا ندق بومب اوت. هذا كم؟ 13 11 تقريبا، ترى الحسابات كلها تقريبية. الموضوع فيه حسبة حسبة.
ها ما اشترى شيء الخايس. خايس ما اشترى شيء مني. اشتر عنبه. ليش هاي موية؟ ها هاي ايش الكوفي ماله. اوكي اوكي هذا فرايتر. اوكي هاف فرايتر هاي البش اللي سامون. نايس. سمعوها سمعوها فنانة. تبغى ضرب من التسونامي ترشير من بحر. عيب عليك. ترى الراديو هاي شيء عجيب. اقول الانجليزي اي دقت. عيب اني. اه شو هذا بامب ارت بامب ارت. زين ابنون زين سووا شيء. اه دمرهم تمام. هاي حتى ما اقدر اسوي فيهم شيء. احمر اصلا من كبره. كتب بنحط كتل بنحط ما عندنا مكان اخضر. نحط البقر. نحط البقر هني وبسوي شارع الصعب. لحظة لحظة لا شارع الصعب وبنحط لنا قريب. ناس تبى تعيش تبى تاكل. حطينا كتل غير. المصنع كهرباء تحس مكان سيء. سوي هني سوي الشارع الصعب. ونحطينا بعد كوت ملك. كوت كوت ملك ثاني. هذا نحطيه زين. ابي اسوي لهم ابجريدز الحين الاربعه هايل مكان هايل اللي راحوا. وشو كنا قاعدين نسوي؟ قلنا بنحط بيتين. السفاره ما ظننا جهزت مالنا. بعدها هلا نحط لنا عمارتين ونبدا نبني بيوت ثمانيه. والبيت كم يشل؟ اربعه. بعد نفس الشيء فبنحط هني بيوت. واحد اثنين ثلاث. ما عندي فلوس. اوكي مو مشكلة هاي اللي بهدمها مع الحين. ها ما شال لوز ما شال عني فلوس. ما يبغوا لي فلوس. كل ما ابني يوقف اللعبة. اشو في غرقان. سوي له بامب اوت زين. سوي له بامب اوت. نباه هذا الحين. نباه شغال. نباه شغال. انزين الحين بنبدا ننتج شوي شوي مره ثانيه. تسونامي والله ضرنا الصراحه يعني نسبيا يابلنا ضرر. خلنا نسرع شوي. تينا سفن. شوفوا المكان ياسين بني مدينه ياسي صيد. شوفوا عليه والله صراحه مش قادر يعني تكلف فلوس العمليه بكبرها. يعني حتى الكهرباء شوفوا من متى ينبني. عندي مكتب واحد بس انا مال كونستراكشن انسان. هذا هو سبني المدينه كامل مسكين متى. زين ها خلنا نشلم هني بنسوي شارع. ما نبه عندنا اربعه هني يسدون من الحيه. يسدون. انت تعال عندك فلوس؟ عندي. يلا تو ديفرنت اندستريز. كول امبورت تشيب. كول امبورت لا احنا بفهم. لا ما اعرف بس مكان استيراد رخيص. هي بستورد توباكو وبزيد مصنع سيجاره وببني الحين دوك زياده حق الاستيراد. ليه؟ اذا عندي عقد فاضي. ما عندي عقود فاضيه. لو كان عندي عقود فاضيه كنت سويتها. انزين شو كنا نبغى نسوي نحن الحين؟ هي بيوت. انزين بيوت 6 7 8 9. في عندنا مشكلة نحن اصلا من هاي دمبلن. خلينا نهدم صف واحد بيوت لان هاي ما نحتاجها خلاص. اكل لا تكلفة على الفاضي. كم عائلة عندنا؟ 17 هوملس فاميلي. اوكي لازم هاي اللي خلصنا اول. ترى انا شوية تهورت كان 17 وعندنا 32 هوملس. Await elections next year. They wish to show their everlasting love. ما له داعي التصويت هالمرة. أنا مش واثق الصراحة. مش واثق أبدا من التصويت.
تصويت بي بالعيد. انزين نشوف المزارع عندنا كل شيء عندنا. اوكي مو مشكلة، بنحط سفارة الحين قريب قريب سفارة. انت شو تبغى تعرف؟ ابني ما بنديني واحد نبغى الزين حق السعادة، هذا زين. بس شو بسوي؟ لان هذا شو؟ هذا هو. اوكي اوكي قاعد ينبني على حظي الحين، ابقى قاعد بينو ما بينو قبل. ترى تو بنا تبا لكم عقب بني، مو مشكلة. اوكي احسب لي خلاص. نايس نايس نايس. هذا فرايتر، هذا شو فرايتر، هي فرايتر، هذا ويش يسمون. انزين بنحطين بيوت هني. هل البيوت بيغنون عن البيوت اللي انهدموا؟ زين هيا خلنا ترى بس العماير تنبني وكل شيء ينبني. لحظة بلد ستيل مل. اوكي ابا ستيل مل لحظة، انا اصلا ابا. اوكي هذا يباله يسوي ستيل من حديد ومن شو بسويه هني، تعرفون ليش؟ لاني بيه هني بسوي لي دوك ثاني، بسوي لي دوك ثالث الحين. صبر بستورد الحين، نحن طلبنا استيراد رخيص صح؟ اعطونا استيراد رخيص، فبستورد فحم. هذا شو يسوي؟ اوكي فحم عندي، بستورد الحين حديد. اوكي بستورد حديد واشتروا 19,000 والله. سيجار ليش ما قاعد يتصدر؟ باقي انبوت 4000 وشي، اوتبوت سيجارز اقل من الانبوت، فيبالنا ما صنع سيجار ثاني الحين. بما ان عنا قاعد يصنع. اوكي يعني بنستورد الحين حديد، ما عنا حديد، فحم عندنا، وبنصدر ستيل. ستيل اغلى، ستيل اغلى. احنا اصلا قاعدين نصدر الحين كوفي سفينتين نفس العقد كونتراك، من نخلصه بعد بنستورد شغله ثانيه بنصنع فيها. نبي ناخذ عقود رخاص نستورد بغله، عرفتوا؟ هني الخطه. خلنا ابني هذا على طول كوك بلد. اعطيه not enough money للزمن. زين انت تعال، انت بتفتح لي تريد. ابا ان شاء الله فيه ايرون، هذا 15 سنة 1000 يونت او 70,000. هذا كم؟ لا نبا هذا عقد طويل نبا، لان احنا بننتج شو ستيل مفروض اترية ترى. اوكي اوكي بصدر لهم ستيل مو مشكلة. عندي كونتراكتس عندي كونتراكتس عندي كونتراكتس. زين اقدر اصدرها بستير. اوكي يقول لي بيكون في ثورة كبيرة. زين خلينا نحط صناعة الرم هني، عصير سكر. زين والثورة هاي يبالها تصدي. خلينا نشوف شو نقدر اسوي ريسيرش. ستيل سويناه، تانكس نبا، ديليجيشن الاينس، ونبا الشيء اللي ما بنيته الحين السفارة طبعا. بس بيونا الحين استوى عندنا ثلاث مواني، بس ثلاث مواني ما منها فائدة فعلية. الفائدة الفعلية هني اذا ياني ستيل وياني هذا اقول له في اوبشن نخلي بس يستعمله محليا. في مدير هذا ريديوس بلوشن، ما نبغى بلوشن ريديوس كريز وورث وركرز، ما نبغى مايننج امز فكنس. ايوه هذا نبغى فنان. هذا زين بنستعمل هني.
انزين الحين نتريا نحن نستورد شو حديد. بنستورد اول دفعة حديد 24/1 وصل لها. في حد عنده ما عنده دوام؟ ان امبلويد فور اوبن جوبس 24. الحين عندنا المشكلة مش نفس الاول، بالعكس عندنا المشكلة ان الوظائف اكثر عند الناس. هاي مش مشكلة، هاي زين، هاي شيء زين نوعا ما. بس هني يوم يجينا حديد نبغى حديد، تعال هات لنا حديد. The rebels are attacking. اوكي فتحنا الدستور. انمي لحظة، انمي خلينا نحب السفارة برايهم. سفارة على المدخل، بنحطي لنا احنا عندنا باركس جاهز صح؟ خلينا نسوي لهم ابجريد. مدر سبيشال تريننج وعندنا، بس على فكرة مقوينهم الحين، نحن مقوينهم، فهم المفروض هاي 4200 هاي 7002. نحن حاطين لهم شو اسمه تانكس بينا في الدرب مو عليه تانكس. الحين ريسيرش كومباس اوكي، نبغى نكشف الخريطة ونفتكم شغلة طرش جنود. انزين سهل، ايزي. ليش مسوي لهم ابجريد؟ استو جو وحوش، والله انهم وحوش. انزين نحن هاي خلنا نسوي لهم، ما عندي وايد فلوس، بس every nearby plantation farms increase by 10. اوكي هذا يزيد الافكتنس مال هاي. هذا شو يسوي؟ اوكي هذا ما نبغاه. كويك بيلد هذا شو يسوي؟ اوكي هذا يزيد الافكتنس باي 10 ماله، هو يعني يزيد انتاجيته على كل مزرعة قريبة منه. هذا نفس الشيء اللي قبله، وعندنا هذا أهم التجارات راحت علينا في التسونامي. بما أنها راحت في التسونامي لازم الحين شوي نعوضها. هذا نفس الشيء، كل مزرعة قريبة منه عنده مزرعتين يزيد افكتف السمالة. انزين هذا يبين نشوف ابني بركس اثنين، والله يبالنا بركسات. انزين بركسات يبالة قدام التورس، لا بركسات يبالة هني بالتو بركس. اوكي لا اوكي لازم انه في شارع هني، ها ما بقدر اسوي في شيء. لحظة اوكي الحين نحن برينا باور بلان الكتريك سب ستيشن. ليش ما بنا الحين؟ اقولكم بتهور 12000. انزين يبالنا، معناه يبالنا سب ستيشن ها اكيد. من يشتغل الحين؟ ما يشتغل. اكسبورت كوفي اكسس، هذا يا لحديد. هي عنده ستيل اوتبوت نايس. عندنا الحديد ناخذه برخص ترى، حديد قاعدين ناخذه بسعر ممتاز. والله عندنا تصدير شغال، كل شيء شغال. زين خلينا نشوف الناس اللي بعد. في ناس هوملس يا اخي، انا بشيلها اللي هني، ابى اشيلهم خلاص، بفتك منهم. زين اذا ازيد الميزانيه يزيد العوائل؟ لا زين نقدر نمد الحين كهرباء للبيوت، بس خلى امجرنس جايب 28/1. يا اخي انا مو بناقص، انا بفتك من البيوت بس ما بقى اسوي مصايب عندي. فكري بما اني ببني بركسات الاثنين. لحظة عندي بقريد هني ما سويته، سويت انا بقريد هني بعده سبيشال تريننج يباله وقت. عندنا دبابات بالتقريب، اشوف شغلات يعني شوي بديت احسها مهمة، لان توهقت منهم كم من مرة متوهق منهم، ما بتوهق مرة ثانية. منزين هذا اهم شيء، هذا قاعد ينتج بعده ما في حديد، يبالي عقد استيراد حديد ثاني. خلنا نزيد مدير
بلدنج فكنس واي فاي نبغى. هذا قاعد ينتج ممتاز ممتاز. خلينا نحط له مدير افكتنف يزيد فعالية المبنى. نبغى مدير هذا يزيد فعالية المباني اللي جنبه. ما نبغى ما ابغى. اوكي جودة العمل الحين هذا هاي سكول. اوكي بحط فيه مدير يزيد هذا وين صار لاندلورد البيوت يزيد فعاليتهم بخمسة. انزين ممتاز. الحين عندنا وظائف مفتوحة نحن وعندنا ناس غير موظفين. اذا سويت وظائف زيادة راح اتوهق انا. فالحين من الحكمة ان انا اجيب لهم كهرباء. انزين خلنا نجيب خط كهرباء جنب هذا ونجيب خط كهرباء في مكان هني مخشوش. اي في خط كهرباء هني. خل هذا نبني كوكبيت شوف وين بيوصل تغطيه. اوكي هني في مكان مخشوش عندي هني. ابا مكان هني ما اظني بس تعمله فعليا. يلا انزين الحين اللي نقدر نسوي لهم ابجريد نحط لهم كهرباء بس يستهلك كهرباء. خلنا نشوف اذا هالبيت حطينا فيه كهرباء على الجنب زين كيف يستوي. انزين في عندنا ناس مش ساكن عندنا 15 واحد مو ساكن بعدهم. يبالنا بيوت يبالنا قصور عندنا هناك يبالنا. انا اشيل هاي الروبه بس شوي متلعوز فيهم. الجنرالات مالي سوبرفايزرز هاي اللي يبنون نحط مدرة حق الاماكن يساعدون المباني اللي جنبهم. انزين الكهرباء بعد يباله شو يسوي. اوكي جودة العمل عندهم زيد 10. انت يبالك ابجريد ينقص عدد العمال 2. زين احنا ما عندنا وايد عمال نحتاج هذا الشيء لان عندنا 25 وظيفة وواحد غير موظف بس بيكون شيء ممتاز. زين الحين بنحط مصنع سيجار ثاني مصر سيجار يبغى 16000 هينة عندنا نحن وايد فلوس قاعد تطلع. خلينا نحط بينا ثاني بسوي عقد استيراد حديد ثاني شكلي. نبغى حديد غير حديد اللي يينا ما قاعد يكفي اساس نصدر ستيل زيادة. وإذا ما كفانا بعد بنسوي عقد استيراد ثاني. هلا نشوف هل اللي ينقلون سامان عندي كفاية؟ يعني هاي الحس 1 2 3 4 5 ما عندي غيرهم. بالعادة كنت أبني وايد أكثر وايد أكثر. الحين قاعد أراقب العواية اللي مش ساكنة في بيوت معناه يبالي اول شيء هذا الشارع طلع عليه هني. زين كونستراكشن اوفيس هذا لازم اغير مكانه. زين وعندنا لازم نحط لهم كازينو ولا شيء يتسلون فيه. تعرفون وين تعبانين كلهم كدهم كد يكون على البحر ولا قريب البيوت. لا بعيد هذا كازينو لازم يكون بعيد. نقدر نحطيه في وجه الجريدة مكان غريب بس بيسوي شغل. يبالنا دوك ثاني هني ما يستوي مكانه ممكن. لا ما يبالنا دوك ثاني خلنا بني هذا وبستورد حديد. اوكي لحظة خلنا نحط مصنع السيجار. زين لان عندنا اظن التوباكو اصلا اوفر. انزين وعندنا هوملس فاميلي 16 بما معناه اذا اهدم هايل احط عماير. بس عماير وين بحطين هاي شين تجري كور. هلا نحطي ذرة مكان ثاني.
زين نحط ترى الا ما كنت تعبان والله. هذا افضل السيء. زين نسوي له كانسل. حطيته غلط والله. حطيه شوي برا. ايوه انزين. كوك بلد بنسوي كانسل حق هذا وبنسوي ابجريد. كل شهر يزيد انتاج عن شهر اللي قبله. وايد حلو. انزين بنحطين المكتب بنا. بس وين بحطيه؟ بنحطيه هني صوب مصنع الكهرباء. واحد سوي لك كوك بلد. زين ركزوا معي. اوكي وبهدم اللي هني وبهدم التافرنها بعد وياه. انا عندي تافرنز عندي كل شيء. انزين بنهدم هايل وبنحط شو هني عماير. شوفوا عماير. واحد اثنين احط بالطريقه هاي. وايد احسن. اي وايد احسن. حطي عماير هني. بعد لازم يهدم. هدم 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 هدم. اوكي واحد اثنين واحد اثنين. شارع شارع ثاني. اوكي هذا بيشيل له 12 24 24. اربع مكان هاي. اوكي ممتاز. الحين هاي المفروض يحلون المشكلة. روم بيهدم شوي بيوت. انت شو تبغى؟ وش لحظة العائلة وما رشوها زريت ونكسبتت برق ننسي في خواب وكل ابويا احدي حاجة وحدة. في وحدة حملت بالغلط يعني في حاجة مش كويسة. خلنا نسوي عرس سريع ونا لان اردي عندي واحد ثاني وبسوي. زين خلنا ابن الكنيسة شغل سريع سريع. يقول ابني بسرعة بسرعة غطي عليهم. وحدة حملت شو بتسوي؟ انزين خلنا نستورد حديد. ألف أربعمية ولا ألف. بستورد حديد من عند هايل. هم أصلا يوزعون الإنتاج على كل مكانه. انزين يعني مشاكل العائلة الملكية. عندي 9 شهور بس. الله اللعبة عجيبة بعض الأوقات. ايش عدت البيشة؟ يبي لي 3000 ايرون. نايس نايس. نبي انتج ستيل. خلصنا هاتنا ايرون. نبى ايرون الحين. زين خلنا نسرع شوي. خلنا نتي للسفن. نبى سفن. ابروف الريت مالي وايد نزل ترى 50% ولا شيء ترى. زين ابني بناء يبانا كونستراكشن اوفيس ثاني والله. بس خليهم يشلون الحين. بنبني لهم شوي حدائق خدمات. اوكي ارمي بيس اللي هم الدبابات في التو. خلنا نشوف. خلنا من اول شيء كنيسه نغطي على الحمل هذا اللي استوى الحامل هاي. لحظه زوجوها. يلا زوجوها. والله يبالنا كنيسه هنا اصلا. ايش خلوا يحطون مسايد في الالعاب بدل هذا؟ بركسات قاعد تنبني. 6000 بني. نبى مكتب بناء ثاني بيكون زين والله. اصلا نحتاج لان 1600 هاي لان هاي كوك بلد هاي محتاجهم يخلصون. زين شو نسوي؟ 100 دولار انا والانكم انكريز ريسيرش بوينتس 1% دونت اورجنايزرز. شو نبى انا والانكم وحده ايش اقرا. اوكي ما عندي مشكلة وياك. سلكت خلاص. هو نو تروبيكو ولا مخيبة ليش؟ هاي تبغى تتخذ مكاني بعد؟ اعطيتك كمبيوتر.
الله زين، خلينا نشوف الكهرباء شو وضعها. نبي مكون هنا عند العمارة أمور طيب، خلينا نشوف المدة. أوكي زين، الحين هذا شو الفرق بينه وبين غيره؟ أوكي أقدر أحطي 4 غير، بس جودة السكن مالهم تنزل، واللي هو فكرة غير جيدة أبدا. زين خلنا نحط باركنات حق العماير اللي هني. الوسط مرة دايركت، لأنه حطينا عمارتين هني عمارتين هني، بس خلاص المساحة عادي برأيها. زين خلنا نحط لهم مطاعم. مطاعم انه مكان حلو حق المطعم، مطعم هني زين. بنحط لهم كبري، المصريين سيدا يعرفون شو كبري، عندنا اصلا كلمة مصرية. زين وعندنا نحط لهم دكان ثاني وين؟ هني. اوكي بالطريقة هاي التشيرش نحط له مانجر يسوي مش منتر، ابا لاند لورد. هي الهاوس ان كواليتي يزيد، عشان هذا كله حق شو ابروفل ريت مالنا. نحن محتاجين ان مستوى الناس ليبرت. اوكي جنرال ميليتري سكيلز، خلينا نسوي سوشياليزم اول، كومباس، لان الحين نقدر نسوي دبابات بس يبغى له 13. 13000 المفروض ما يكون مشكلة، أنا عندي إنتاج يعني. قاعد أركز على الإنتاج من متى؟ لأن هذا كم يبيع؟ مين هذا كم يبيع؟ هذا كم يبيع؟ هذا كم يبيع؟ والله يبغى له أركز على الإنتاج أكثر، لأن هذا الحين قاعد يجي له، قاعد ينتج لنا ستيل والله. قاعد ينتج إنتاج جيد، هذا ذهب بعد شيء هني. وأظني عنه هني بعد تشوف هني، هذا في شيء ثاني هني. نقدر نسوي له ماين. لا المكان حلو قام يستوي، مكان وايد زين، مكان وايد زين. توتال كونسبشن 80، توتال باور 800. اوكي هاي مش واصل لهم كهرباء، بنحط لهم سب ستيشن بس يستوي عندنا فلوس. خلينا نسرع شوي، انا اتوقع التيمسترز مالنا يبالنا نزيدهم، هاي الاربعه ما يكفون، بس بحط ثلاث ولا اربعه هني الحين بعد ما احط كهرباء. هاي اللي استوي حط لهم كهرباء؟ لا ما يستوي، بس هاي خلنا نزيد الجيب كواليتي مالهم، شو رايكم؟ لان هاي اللي محتاجينهم يشتغلون، لان وايد شغل عليهم. زين بنحط كهرباء المكان ورا البيت، هالبيت ترى ما شليته من اول لعبة. عند المعسكر شوف يوصل للكل ولا اي وصل للكل، وايد زين. بنحطينا تيمستر في السنة، قلت لك 3 و4 بيستوي، استوى 4. زين لان الحين شو عندنا؟ ناس مش ساكنه كلها بيسكنون، ما عليكم ها راح يكفي انهم يسكنون. هذا عنده مدير الجريده، بعد في اين عنا في ناس بعد متوتين صوب. نحط قاعده عسكريه هني، انا هسه حطيت كله حول القصر لان في مركز المدينه احسه بيكون زين، ما اعرف انا احس انه بالطريقه هاي، يمكن اكون غلطان، لكن ما عندنا ناس دوم، ما عندنا، عندنا وايد وظايف، انه وايد وظائف، بس يبغى لنا بيوت اصلا تجهز. يعني اذا بيوت ما جاهزه شو نسوي؟ 16000 16000 1500 1500. لا اوكي لا اوكي، وضعنا ممتاز يعني، مش تعبان ابدا. في ناس يت نبغى ناس تي تشوف 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 ما يستوي ابدا بينهم، نبغى ناس تي عندنا وظائف وايد. ليش قاعد ابني بيوت اصلا؟ اوكي
خل مثلا هون شو حط كل البيوت تستعمل كهرباء. ربلز ار اتاكن. في عندنا هاي صرنا تعبانين المفروض يكونون. يلا كوك بلد هذا شو نسوي؟ نسوي لنا الشارع من هني لين افا لين هني. اوكي وما عندي انا ما خلصت هذا. عندي الرم عندي الحين قاعد ينبني هذا. المفروض الجيش قوي ترى. ايه قوة الجيش. تحيدون الجيش الخيخة الاولي راح. الحين عندنا جيش جامد يا حبيبي والله. عندنا الدبابات بعد جاهزين. اننا جاهزون لتصدي الاعداء. انزين عاد استعيلت خسرت فلوس عليها. والله قوة الجيش مستوية ما فيهم حيلة. كفو. الحين هم لسه بعد 18 اوبن جوبس. زين متى بيجيبوا لي ناس؟ ابا ناس. الحين ما بعناهم؟ عاد وين كان عندنا فلوس الحين كلها؟ والله زين. زين. وشغال السكاير شغال. من الاخر. الرم انا اسوي لك كوك بيلد ما يستاهل كوك بيلد لحظه. بنسوي لنا سفاره؟ لا ما سوينا. انا مسوي ترى بسوي سفاره. امبسي هذه. انزين الحين ذا الايس نبي اس ذا اكسس ولا الايس اكسس ولا الايس. خلينا نصير مع ذا الايس احسهم اقوى. انزين ايوه بزيدوا لي سعر الاكسبورت 10% سنتين قدام. يا جماعه الحلقه وايد طولت. زين وايد سوينا فيها. بسكر الحلقه هني وبشوفكم حلقه قادمه مع المدينه الجامده هاي. ثانك يو على المتابعه. لا تنسون لايك اذا عجبتكم الحلقه والشير وغيره. والسلام عليكم ورحمه الله.